اللاذقية، جبل الأكراد، قرية عكو، 2/7/2012. صواريخ الطائرات المروحية التي تقصف جبل الأكراد. هذه الصواريخ روسية الصنع، تقصفنا بها مروحيات بشار الأسد، لأن النظام لم يستطع السيطرة على الجبل ولم تستطع قواته اقتحامه، فإنه يقوم بقصفنا بالطائرات المروحية وبراجمات الصواريخ المتمركزة في القرى الموالية للنظام. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر. الله